طيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. نبدأها بالعناوين. قتله قيادي حوثي، الحديدة تودع أحد نجومها الرياضيين. من جولتنا في الصحافة الفرنسية، صحيفة لاكوا، العذاب البطيء في اليمن. ومن صحيفة التايمز، ابن الدكتاتور يترشح للرئاسة في ليبيا. وأخيرا من القدس العربي ومن أخبارنا المنوعة، مؤسس شركة الفيسبوك يخسر أكثر من 9 مليارات دولار. أهلا بكم. لاعب كرة القدم في الحديدة والذي قتلته ميليشيات الحوثي منذ أيام، ودعته مدينته التي تسيطر عليها الميليشيا، وفي ذلك عنوان موقع المصدر أونلاين. الحديدة تشيع جثمان اللاعب البزاز تتحول إلى مظاهرة ضد الحوثيين. قال الموقع أن المئات من سكان مدينة الحديدة غربي البلاد شيعوا جثمان لاعب المنتخب اليمني لكرة القدم عبد الله البزاز، الذي قتل على يد مسلحي جماعة الحوثي الأسبوع الماضي أثناء تواجده أمام منزله. وكان البزاز قد لقي مصرعه على الفور بعد أن أطلق عليه مسلح حوثي يدعى فتح الله الريمي النار بشكل مباشر إثر خلاف نشب بينه وبين شقيق البزاز. وقال مصدر في أسرة البزاز للمصدر أونلاين أن الخلاف كان قد وصل إلى حل ودي بين الطرفين، لكن الريمي الذي يعد قياديا حوثيا في مدينة الحديدة هاجم منزل اللاعب وأطلق النار عليه. يضيف الموقع، شيع السكان اللاعب وسط حالة من السخط، وتحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الحوثيين، وعكست حالة الغضب العارمة في المدينة التي يحكم الحوثيون السيطرة عليها. وقال مصدر خاص للموقع أن المسيرات والاحتجاجات تواصلت منذ مقتله، مطالبة بالقصاص من قاتله الذي سبق وأن أقدم العام الماضي على قتل أحد أبناء الحي يدعى أنور جالف، وتمكن من الفرار من يد العدالة. حول العلاقة بين الحكومة الشرعية والتحالف، يعنون موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية: الحكومة اليمنية غاضبة من التحالف، استقالات تزيد التكهنات حول وضع هادي في الرياض. قال الموقع: يتصاعد الغضب داخل الحكومة اليمنية من استمرار العلاقة غير الطبيعية بالتحالف العربي، وأعلن اثنان من الوزراء استقالتهم خلال 24 ساعة من الرياض، فيما كان وزير ثالث قد غادرها إلى مقر إقامته في لندن. وقال مسؤول حكومي ليمن مونيتور رفض الكشف عن هويته أن الاستقالات ستستمر بعد أن فشلت الجهود لمراجعة طبيعة العلاقة بين الحكومة والتحالف العربي. وقال الموقع أن الحكومة المعترف بها دوليا تشكو من النفوذ الإماراتي في المحافظات المحررة، حيث تسيطر على الموانئ وتمنع وصول الأموال المطبوعة في الخارج إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما أنها مستمرة في نشر الميليشيات المحلية الموالية لها في المحافظات الجنوبية. السياسي المعروف ياسين سعيد نعمان يكتب عن ميليشيات الحوثي وما قامت به ووهم انتظار السلام معها. وقال ياسين: يجندون الأطفال، يزرعون الألغام، يمنعون وصول مواد الإغاثة إلى الناس، يغيرون المناهج الوطنية لخدمة مشروعهم، يحاصرون تعز، لا يدفعون رواتب الموظفين، يصادرون ممتلكات الناس، يقتحمون ويفجرون منازل خصومهم، يسجنون الصحفيين وخصومهم السياسيين، يرفضون السلام، يطلقون الصواريخ البالستية المحرمة، يمارسون أسوأ أنواع الفساد، يدمرون الاقتصاد، استنزفوا الاحتياطية النقدية للدولة. من الممكن أن نسترسل في سرد قوائم من الخطايا التي ارتكبها ويرتكبها الحوثيون وحليفهم القديم المتجدد بقيادة تحت الاختبار. والسؤال: ما الذي كنا ننتظره منهم؟ هل كنا نأمل أن يمارسوا عكس ذلك؟ هل نريد أن نقول للعالم أنهم لو لم يكونوا كذلك لكنا قبلنا انقلابهم وسيطرتهم على الدولة؟ لا يجب أن تغيب القضية الأساسية وسط هذا الغث الذي يحول الصراع من جذره السياسي إلى مجادلات في علم الأخلاق والسلوك والإدارة. كل المآخذ الأخلاقية والسلوكية والإدارية التي نحاول أن ندلل بها على أنهم لا يصلحون للحكم مسألة سيختزنها المجتمع الدولي في ثلاجة ضخمة لتنام هناك إلى جانب غيرها من آلاف القضايا.
فمثلها الكثير مما ترد إليه من شكاوى مرة من جهات العالم الأربع، وعلى مساحة واسعة من الأنظمة السياسية والاجتماعية التي أنهكت شعوبها بمثل هذه الممارسات الفادحة، وهي لا تقدم ولا تؤخر عندما يتعلق الأمر بمقاومة استعادة الدولة، اللهم إلا كعناوين مصاحبة لإبراز جسامة المأساة التي ترتبت على الانقلاب وسحق التوافق الوطني بقوة السلاح. في معرض حديث نائب رئيس الوزراء المستقيل عبد العزيز جباري عن أسباب استقالته، قال: نأمل التعامل مع اليمني باحترام والتعامل مع رئيس الجمهورية والمغتربين باحترام، فاليمن ليست من جمهوريات الموز بل هي حضارة ممتدة منذ آلاف السنوات. أحد المواقع الإخبارية ذهب للبحث عن معنى المفردة التي استشهد بها جباري وعنون موقع الحرف 28. ماذا يعني مصطلح جمهوريات الموز الذي ذكره الوزير المستقيل جباري؟ يقول الموقع: جمهورية الموز هو مصطلح ساخر يطلق للانتقاص أو ازدراء دولة غير مستقرة سياسيا وليس لها ثقل سياسي واقتصادي بين دول العالم، يعتمد اقتصادها على عدد قليل من المنتجات كزراعة الموز مثلا، ومحكومة بمجموعة صغيرة ثرية وفاسدة. ولا يزال هذا المصطلح يستخدم غالبا بطريقة مهينة لوصف بعض حكومات بعض البلدان في أمريكا الوسطى ومنطقة بحر الكاريبي، ليشير إلى دول أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا. واستنادا إلى معلومات متداولة علق الموقع: تمت صياغة مصطلح جمهورية الموز في عام 1904 من قبل الكاتب الأمريكي أو هنري، فبعد أن اتهمته السلطات في ولاية تكساس بالاختلاس هرب إلى هندوراس حيث استقر هناك بأحد الفنادق الرخيصة وألف كتابه الملفوف والملوك. يضيف الموقع: كانت هندوراس هي أول دولة توصف بأنها جمهورية موز، وذلك قبل أكثر من قرن. قامت السعودية بعمل حركة مجاملة لطيفة مع جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن أدخلتها إلى ما أسمته المركز العصبي للحرب في اليمن والغرفة التي تدار منها هذه الحرب. هكذا كتب عبد القادر الجنيد مقاله المنشور في المنظر أونلاين مضيفا في أجزاء من المقال. قال كاتب التقرير إنه دخل قسما كاملا في غرفة العمليات هذه عليه أعلام أمريكا وبريطانيا، ويجلس داخله أمريكان وبريطانيون فقط، وعلى الجدران شاشات بث مباشر من أجواء كل نقطة في أنحاء اليمن. انظر إلى هذه السيارة التي تتحرك الآن على هذه الشاشة، لقد خرجت من موضع به قوات للحوثي تصل إلينا من طائرة الدرونز بدون طيار، ولكننا لن نضربها أو نضرب ميليشيا الحوثي لأننا قد نضرب مدنيين. طائرات الدرونز الأمريكية ترسل صوراً حية بث مباشراً إلى الرياض لأغراض حرب التحالف، وإلى فلوريدا لأغراض حرب أمريكا الأخرى على ما يسمى بالقاعدة في اليمن. المؤكد هو أنه لولا السعودية والإمارات لكان الحوثي جاثماً على صدورنا مثل الكابوس الثقيل، ولكان عدد الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران فوق 50 رحلة في الأسبوع. أحلام الحوثي وأوهامه بقدرته على حكم اليمن والسيطرة عليها قادتنا إلى هذا الهلاك والدمار والنزوح والجوع، وفشل القوى اليمنية المناوئة للحوثي في لملمة صفوفها تطيل من عمر هذه المأساة. توهان السعودية والإمارات في تحديد ماذا تريدان في اليمن بالتحديد، وانشغالهما بالمفاتنة بين مكونات الشرعية المختلفة، ومنعها لطائرة رئيس اليمن هادي من الهبوط في مطار عدن، وطردها لرئيس الوزراء وحكومته من عاصمته، وأشياء بلا عدد تكشف تخبط التحالف بوجود أجندات خفية تدل على أن هذه الحرب بلا نهاية. رياضياً، تسرد صحيفة الأيام المأساة والواقع الذي آل إليه أحد أهم ملاعب البلاد، وفي تقرير مزود بالصور التي شرحت عمليات النهب التي تعرض لها الملعب تعنون صحيفة الأيام: ملعب عدن الرياضي الدولي عبث وخراب ونهب طال كل محتوياته. قالت الصحيفة إنها تمكنت من النزول إلى ملعب عدن الرياضي الدولي بالعاصمة عدن، وذلك بعد سيطرة قوة أمن حماية المنشآت الحكومية على الملعب، وبعد أن تم مهاجمة وطرد المخربين الذين كانوا يقومون بأعمال نهب لما تبقى.
قالت الأيام أنه وبعد قصف ميليشيات الحوثي للملعب بدأت عمليات نهب الملعب الذي كان مدينة رياضية متكاملة تحتوي على ملعب لكرة القدم ومضمار للسباق وألعاب القوى ومقرة للاتحادات الرياضية وبيتا للشباب. وعند دخولنا إلى مدرجات الملعب شاهدنا ما لم نستطع استيعابه، حيث كانوا يقومون بنزع كراسي المدرجات التي يبلغ عددها 30,000 مقعد، ويتم فصل البلاستيك عن الحديد ليستفيدوا من الحديد الذي يباع بأبخس ثمن، حيث أن سعر الكيلو الحديد في محلات بيع الخردة يباع ب20 ريال يمني. وبالنسبة للمولدات الكهربائية الخاصة بالملعب والتي تكفي لتغذية مديرية بأكملها، فقد تم تشليحها بالكامل، كما تم إخراج أحد المولدات وبيعه بأبخس الأثمان، ولم يستطيعوا إخراج الآخر فقاموا بسرقة العديد من قطعه. ومن خلال زيارتنا لملعب 22 مايو تأكد لنا تماما أن إعادة تأهيله وترميمه سيحتاج إلى ميزانية كبيرة جدا تفوق الميزانية التي تم من خلالها تأهيله استعدادا لاستضافة بطولة خليج 20 التي احتضنها في عام 2010، حيث أن الميزانية كانت 6 مليار ريال يمني. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. في جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع موضوعا في صحيفة لوكرو الفرنسية. كتب الصحفي آنايس بروسو تقريرا ترجمته قناة بلقيس بعنوان العذاب البطيء في اليمن. قالت الصحيفة بعد 3 سنوات من بدء تدخل المملكة العربية السعودية تغرق البلاد في الفوضى والانقسامات، فالسكان الضحية الأولى لهذا الصراع والذي قتل بالفعل حوالي 10,000 شخص. يلاحظ فرانسوا فريسون الباحث في المركز الوطني للأبحاث والعلوم الفرنسي أن المتحاربون سواء كانوا من الحوثيين أو السعوديين لا يأخذون بعين الاعتبار صعوبة الوصول إلى السكان، حيث تدمرت البنية التحتية للطرق، كما يخضع الميناء الرئيسي في الحديدة لسيطرة الحوثيين. تتابع الصحيفة الفرنسية يزيد الحصار البري والبحري والجوي الذي تفرضه أو يفرضه التحالف من تعقيد استيراد الأغذية الأساسية أو الأدوية أو الوقود الضروري لتزويد محطات معالجة المياه. وتضيف الحوثيون متهمون أيضا من قبل الممثل اليمني في الأمم المتحدة بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. يقول مختص بالشأن اليمني إنهم يخافون من فقدان السيطرة ورؤية موقفهم ضعيفا إذا ما قاموا بالتهاون حول نقاط معينة. اليمن، مجلس الشيوخ الأمريكي يقر المساعدات العسكرية للتحالف السعودي. هذا ما اخترته صحيفة لابريس الكندية كعنوان لموضوعها المتعلق باليمن وأضافت بالتفاصيل. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء قرارا يهدف إلى وقف المساعدات العسكرية للتحالف السعودي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، في الوقت الذي يلتقي فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع دونالد ترامب في واشنطن. وكانت المبادرة التي طلب بها 3 من أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية والمعارضة التي اتفقت على هذا الموضوع قد أعلنت أن الدعم العسكري الأمريكي للتحالف غير قانوني وطالبوا بتوقفه، لكن أعضاء مجلس الشيوخ رفضوا ذلك بأغلبية 55 صوتا مقابل 44 صوتا. وقد صرح البعض أن الأمر سيء، في حين قال آخرون أنه من الضروري الاستمرار في دعم السعودية
في مواجهة نهوض إيران المتهمة بدعم الحوثيين. تضيف الصحيفة: تقدم الولايات المتحدة للتحالف معلومات استخباراتية ومساعدات لوجستية وتزودها بالوقود جوا منذ عام 2015، لكن بعض أعضاء مجلس الشيوخ يعتقدون أن هذه المشاركة العسكرية كان ينبغي أن يكون الكونغرس موافقا عليها. حروب لا معقول على الجغرافيا العربية، تحت هذا العنوان كتب عزمي عاشور مقاله في الحياة اللندنية. إذا كانت الجغرافيا العربية منذ 100 سنة وقعت ضحية لإرادة ونفوذ فرنسا وبريطانيا وفقا لمعاهدة ساكس بيكو، فهذا السيناريو يتم رسمه في هذه الأيام في طريقة تجمع أسبابا عدة، أبرزها العوامل الداخلية التي ترتبط بظروف هذه المجتمعات نفسها. فكل هذه العقود التي مضت من حكم وطني لم تصنع منها مجتمعات عصرية بقدر ما صنعت منها مجتمعات تعيش في أسر الاستبداد بوجهيه الديني والسياسي، لتتحول دولة مثل سوريا كبشر وجغرافيا إلى لوحة تراجيدية أشبه بجرينيكا لبيكاسو عن الحرب الأهلية الأسبانية. بهذه الحرب اللامعقولة التي تحول فيها السوريون إلى وكلاء لقوى إقليمية ودولية متناقضة ومتصارعة على مصالحها على جسد الأرض السورية، وكان منذ البداية الحل للمأساة السورية في متناول أبنائها قبل أن يصبح كل من ليس له ناقة ولا بعير طامعا في جغرافيتها، بدءا من الدواعش ومرورا بدول عدة، ثم النخبة السورية نفسها التي فضلت صورتها في المؤتمرات ووسائل الإعلام على الوطن كواقع دفع ضريبة وضعه الحالي هؤلاء الذين دفنوا أحياء تحت الأنقاض. كل ذلك بسبب هذا التخلف الذي سيطر على عقول الذين يحكمون وعقول الذين ظنوا أنهم يحملون شعارات الخلاص والحريات لمجتمعهم، وإذا هم يساهمون في شكل أساسي في كل هذه المصائب التي حلت ببلدانهم. فهل نتعلم الدرس بترتيب الأولويات كحكام ومواطنين نعيش على جغرافية مجتمعاتنا ونعيد الاعتبار لمفهوم الوطن وجغرافيته التي لم تعد تتقبل كل هذا التعري باسم الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وهذا الاستبداد الأعمى من جانب الحكام في سبيل الاستمرار في الحكم؟ نقرأ في صحيفة التايمز مقالا لبيلترو بعنوان: ابن الدكتاتور يترشح للرئاسة في ليبيا. وقال كاتب المقال أن ابن الزعيم الليبي معمر القذافي سيخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا هذا العام، مشيرا في تقرير ترجمته البي بي سي إلى أن سيف الإسلام القذافي 45 عاما قد تتلمذ في ممارسة الحكم على يد والده قبل أن يتم اعتقاله في عام 2011 خلال عملية شنها الناتو للإطاحة بعائلته من سدة الحكم. وأردف أن سيف الإسلام الذي درس في لندن والمشهور بأنه واجهة النظام الليبي اللطيفة في نظر الغرب ظل محتجزا في الزنتان من قبل ميليشيا مسلحة حتى الصيف الماضي، حيث أفيد بإطلاق سراحه ولكنه لم يظهر للعلن منذ ذلك الوقت. وختم كاتب المقال بالقول أن عودة القذافي الابن ستكون بنظر عديدين آخر مسمار يدق في نعش ثورة 2011 التي هدفت إلى إحلال الديمقراطية والحرية في بلد غني بالنفط في شمال أفريقيا. خسر مارك زوكربيرغ مؤسس شركة فيسبوك أكثر من 9 مليارات دولار من أسهم الشركة خلال 48 ساعة الماضية، وذلك كما تقول القدس العربي بسبب تقارير عن استخدام شركة كامبرج أناليتيكا لتحليل بيانات الفيسبوك من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016. وذكر موقع سي إن بي سي نقلا عن مؤشر مليارديرات بلومبرغ ومجلة فوربس أن ثروة زوكربيرغ هبطت إلى نحو 66 مليار دولار من 75 مليار. وفي وقت سابق استدعت لجنة في البرلمان البريطاني زوكربيرغ لاستجوابه في فضيحة حصول شركة كامبريدج أناليتيكا التي تعاقدت معها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016 للترويج لها على بيانات ملايين المستخدمين دون
إذنهم. وذكرت القناة الرابعة الإخبارية أن الرئيس التنفيذي لشركة كامبريدج أناليتيكا ومقرها بريطانيا الموقوف عن العمل زعم في لقطات جرى تصويرها خلصة أن شركته لعبت دورا حاسما في حملة ترامب الرئاسية. وقال لمراسل متخف خلال اجتماع في فندق بلندن: قمنا بجميع عمليات البحث، جمعنا كل البيانات وأنجزنا كافة التحليلات، نفذنا كل عمليات الاستهداف وأدرنا الحملة الرقمية بالكامل. ومن صحيفة الغارديان صور تحمل من الغرابة الكثير، نطالعها معكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. هذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوب الكاريكاتير في أمان الله.